هنعمل ايه مع بعض دلوقتي؟ هنعمل شوكولاتة بالقرفة. عندي لبن، عندي هنا كاكاو، عسل، قرفة، وشوية من مستخلص الفانيليا، وده كل اللي عندنا. طيب عندي كاسرولة اهي، هي باردة كده لسه، هنزل باللبن. هنزل بالكاكاو. شوية من القرفة. خلي بالنا ايدنا تبقى خفيفة كده في القرفة. وعندي الفانيليا. هخلي العسل. هنبتدي نضربه لما ننزل على النار. خلاص مضرب كده. وندوب بقى الكلام ده كويس قوي واحنا لسه على البارد كده. مش مشكلة لو فضل شوية على الوش او في الجنب هيتخلطوا لما ننزل على النار، لكن بفضل ان احنا نضربها كلها كده الاول على البارد. ناقص كده تقريبا دابت معايا اهي كل حاجة. هرفع على النار ولسه بس هنضيف العسل كده وهي بتبتدي تسخن. حلو قوي. عايزين نبدل العسل بسكر؟ مفيش مشكله خالص. عايزين نخليه من غير سكر؟ برضو مفيش مشكله. هنديها فرصه بقى ايه تغلي كده مع بعض. طيب قبل بقى ما تغلي مننا كده على طول، هرفع من على النار وننقل بس في مجر ازاز كده عشان نعرف ايه نصب براحتنا في الكوبايات. كاسات التقديم بتاعتنا